ضمن فعاليات مهرجان التمور في مدينة تيجيكجا في نسخته السادسة هذه الأيام. افتتح وزراء الزراعة والتجارة والصناعة والسياحة والثقافة والصناعة التقليدية المعرض الخاص بالتمور والذي يضم إنتاج ولايات تقانت وآدرار من هذه المادة. وتجول الوزراء رفقة والي ولاية تقانت داخل أجنحة هذا المعرض الكبير واستمعوا لشروح مفصلة من القائمين عليه تتعلق بأنواع التمور والمنتجات المحلية في هذه الولاية والتحديات التي تواجه المزارعين بولاية تقانت، كما اطلع الوفد في هذا المعرض كذلك على بعض المنتجات النسوية للصناعة التقليدية باعتبارها تراثا وطنيا هاما في اقتصاد الوطن. ويعد هذا المعرض من أبرز الأنشطة المنظمة في هذه التظاهرات الهامة. وفي ضواحي مدينة تيجيكجا أدى وزير الزراعة إبراهيم المبارك المحمد المختار زيارة ميدانية لسد الحنيكات رفقة والي ولاية تقانت والسلطات الإدارية بهذه الولاية. واستمع الوزير لشروح مفصلة تتعلق بطبيعة عمل هذا السد والدور الذي يساهم به في حماية المياه الجوفية بولاية تقانت. هذه المياه التي كانت تذهب سدا ستكون هناك حاضنة قد تستعمل مستقبلا في الري، انها وقع على اختيار قرب منطقه الواحات، قد تستعمل كخزان للري المساحات الزراعيه، وهناك هدف على المدى البعيد وهو سيكون تقضيه البحيره التي ستدعم او ستزيد محتوى الماء للواحات. ودائما في مدينة تيجيكجا حيث أدى المدير العام لوكالة تضامن رفقة والي ولاية تقانت زيارة ميدانية لبعض المنشآت الحيوية التي أشرفت الوكالة على تمويلها هذا العام. وتضم هذه المنشآت المدخل الرئيسي المؤدي إلى مبنى الولاية ومنصة للخطابات أصبحت مجهزة بعد اكتمال الأشغال بها. واستمع الوفد لشروح مفصلة تتعلق بأنواع الحجارة المستخدمة في بناء هذه المنشآت والخطة المستقبلية التي اتخذتها وكالة التضامن لتوسيعها مستقبلا. وفي الأيام المقبلة سيتم تنظيم ورشات أخرى تعالج قضايا المياه والزراعة والتحديات التي تواجه هذه القطاعات بهذه الولاية التنموية. سلمو الحضرامي، الموريتانية، من مدينة تيجيكجا.